السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هناخد النهاردة مع بعض الدرس الثاني من الوحدة الأولى عن التمثيل البياني للحركة في خط مستقيم. أول حاجة إحنا بنقول إن علماء الفيزياء بيستخدموا العلاقات والوسائل الرياضية. زي إيه؟ زي الأشكال البيانية والجداول. ليه بيستخدموا كده؟ وبيجي سؤال علل لوصف الظواهر الفيزيائية بطريقة أسهل والتنبؤ بالعلاقات التي تجمع بين الكميات الفيزيائية المختلفة. طيب اول حاجة هناخدها التمثيل البياني للحركة بسرعة منتظمة. احنا اخدنا مع بعض في الدرس اللي فات ان السرعة هي علاقة بين المسافة والزمن، وان السرعة بتساوي مسافة على زمن. في الدرس ده بنعرف ازاي بنقدر نمثل العلاقة دي بيانية. واحنا بنمثلها بيانيا على المحور السينات اللي هو المحور الافقي، بنكتب الزمن هنا، ده على المحور الافقي، ده بيبقى هنا الزمن. وعلى المحور الرأسي بنكتب اللي هو محور الصادات المسافة. وبنبدأ نشوف مثلا الزمن كان عند كام، مثلا واحد كانت المسافة 5، عند 2 10، وهكذا. ونبدأ نحط نقط ونوصلها ببعضها. بنلاقي ان العلاقة بين المسافة والزمن في حالة ان الجسم بيتحرك بسرعة منتظمة بتطلع لنا بالشكل ده، خط مستقيم مائل بيمر بنقطة الأصل. طيب ليه حركة الجسم بسرعة منتظمة أو ثابتة بتتمثل بخط مستقيم بيمر بنقطة الأصل؟ لأن المسافة بتتناسب طرديا مع الزمن. طيب خلينا نشوف الشكل اللي بعدها. هنا العلاقة ما بين سرعة وزمن، اللي فوق دي كانت مسافة وزمن. طيب هنا سرعة وزمن، والجسم برضو بيتحرك بسرعة منتظمة، ومثلناها بيانيا بخط مستقيم افقي موازي لمحور الزمن او المحور السينات. ليه؟ لان هنا السرعة تظل ثابتة بمرور الزمن. يعني عندنا هنا اول حاجتين دول بيمثلوا حركة الجسم بسرعة منتظمة، ان العلاقة تكون ما بين مسافة وزمن وخط مستقيم بيمر بنقطة الاصل، او سرعة وزمن والخط المستقيم ده افقي بيوازي محور السينات اللي هو الزمن. طيب خلينا نشوف الشكل ده. هنا مسافة وزمن، بس الشكل ده كده شكل اللي هو مش منتظم. دي كده سرعة ده كده سرعة غير منتظمة. يعني اول شكلين دول بيعبروا عن حركة الجسم بسرعة منتظمة. الشكل التالت ده مسافة وزمن، بس شايفين الشكل عامل ازاي؟ ده كده سرعة غير منتظمة. طيب تعالوا نشوف مع بعض الشكل الاخير، مسافة وزمن، وبتمثلها بخط مستقيم افقي بيوازي محور السينات. ده معناه هنا ان الجسم الجسم ساكن، لان المسافة هنا بيانيا بتبقى عند رقم ثابت. معنى كده ان الزمن هنا بيعدي بمرور الوقت والمسافة قيمتها مش بتتغير. يعني معنى كده ان الجسم هنا في الشكل الاخير ان الجسم هنا ثابت مش بيتحرك. يبقى مسافة وزمن والخط المستقيم افقي بيوازي محور الزمن، ده معناه ان الجسم ساكن. طيب هنكمل مع بعض حاجة اسمها العجلة. احنا اخدنا قبل كده ان صعب عمليا نقول ان في سيارة بتتحرك بسرعة منتظمة بسبب تغير احوال الطريق. طيب مش هنقول عليها ان هي بتتحرك بسرعة منتظمة، هنقول عليها ان هي بتتحرك بتتحرك بعجلة. وحركة السيارة في الحالة دي بنقول عليها حركة معجلة. طيب ايه هو تعريف الحركة المعجلة؟ هي الحركة التي تتغير فيها سرعة الجسم المتحرك بزيادة او نقصان بمرور الزمن. طيب ايه هو تعريف العجلة؟ يعني ايه العجلة؟ مقدار التغير في السرعة خلال وحدة الزمن، او المعدل الزمن لتغير في السرعة. ومن هنا نقدر نقول قانون العجلة، العجلة اللي هي نرمز لها بالرمز جيم، بتساوي التغير في السرعة، وده بنرمز له بالرمز دلتا عين. دلتا دي معناها التغير، وعين اللي هي السرعة، على الفترة الزمنية التي حدث فيها التغير، ودي بنقول عليها دلتا زين. دلتا دي اللي هي التغير، وزين الزمن. طيب هنا العجلة بتساوي التغير في السرعة على الفترة الزمنية. ايه هي وحدة قياس العجلة؟ احنا قلنا ان العجلة بتساوي السرعة على الزمن، التغير في السرعة التغير في الزمن. طيب وحدة قياس السرعة متر على ثانية على الزمن، اللي هو بالثانية.
لما هنستنتج وحدة قياس العجلة هنقول متر على ثانية في واحد على ثانية اللي هي هتساوي متر لكل ثانية تربيع. يبقى هنا عندنا العجلة متر لكل ثانية تربيع والسرعة متر لكل ثانية. طيب هنا يبقى عرفنا العجلة متر لكل ثانية تربيع والسرعة متر لكل ثانية. طيب يا ولاد هنرجع نقول هنا ان العجلة بتساوي التغير في السرعة على التغير في الزمن. يعني ايه كلمة تغير في السرعة؟ يعني الجسم بيكون بدأ بسرعة معينة وبعد كده بيفضل ماشي بسرعة لحد ما بيوصل لسرعة نهائية. يعني بيكون عندنا سرعتين، سرعة ابتدائية وسرعة ايه نهائية. التغير في السرعة اللي هو الفرق بين السرعتين دول، اللي هي السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية. طيب وبنقول ان السرعة النهائية بنرمز لها بالرمز عين اتنين والسرعة الابتدائية عين واحد. في بعض الملاحظات هنا، لو الجسم بدأ الحركة من السكون في الحالة دي السرعة الابتدائية بتساوي كام؟ صفر، لأنه بدأ من السكون. طيب لو الجسم كان ماشي بسرعة معينة ثم بعد كده توقف الجسم عن الحركة، أول ما بنلاقي توقف عن الحركة دي يبقى عين اتنين اللي هي السرعة النهائية هي اللي بكام؟ بصفر. طيب لو الجسم بيتحرك بسرعة منتظمة يعني ثابتة، في الحالة دي بتكون السرعة الابتدائية اللي هي عين واحد بتساوي السرعة النهائية عين اتنين. طيب لو في مسألة وعايزين نحسب السرعة النهائية اللي هي عين اتنين بتساوي ايه؟ بتساوي جيم في دلتا زين زائد عين واحد. طيب لو عايزين نحسب السرعة الابتدائية اللي هي عين واحد هتساوي ايه؟ عين اتنين ناقص جيم في دلتا زين. طيب نشوف المثال ده، احسب مقدار العجلة التي يتحرك بها جسم إذا تغيرت سرعته من 8 متر لكل ثانية إلى 23 متر لكل ثانية. مين هنا السرعة الابتدائية؟ 8، دي السرعة اللي بدأ بيها، وبعد كده السرعة وصلت ل 23، يبقى دي هي عين اتنين اللي هي السرعة النهائية خلال 3 ثانية، ده ايه الزمن. طيب علشان نحسب العجلة هنقول عين اتنين ناقص عين واحد على دلتا ايه زين. عين اتنين اللي هي هنا بكام؟ 23 ناقص عين واحد ب8 على الزمن اللي هو كام؟ ب3. الناتج هيطلع 5 متر لكل ثانية تربيع. وحدة القياس مهمة جدا وما ننساهاش، العجلة متر لكل ثانية تربيع. أخدنا قبل كده يا ولاد إن لما السيارة بتقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية قلنا إن هي كده بتتحرك بسرعة منتظمة. طيب لما السرعة دي تتغير بزيادة أو نقصان بمقادير متساوية في أزمنة متساوية، هنا وقتها بنقول عليها ان هي بتتحرك بعجلة منتظمة. طيب ايه هي العجلة المنتظمة؟ هي العجلة التي يتحرك بها الجسم عندما تتغير سرعته بمقادير متساوية في أزمنة متساوية. طيب في عندنا هنا نوعين من العجلة المنتظمة، عجلة منتظمة موجبة وعجلة منتظمة سالبة. ايه الفرق بينهم؟ العجلة الموجبة هي العجلة التي يتحرك بها الجسم عندما ايه؟ تزداد سرعته بمقادير متساوية في أزمنة متساوية. طب والعجلة المنتظمة السالبة هي العجلة التي يتحرك بها الجسم عندما ايه تتناقص سرعته بمقادير متساوية في أزمنة متساوية. دايما في العجلة المنتظمة الموجبة بنلاقي ان السرعة النهائية اللي هي عين اتنين اكبر من السرعة الابتدائية. طب وفي العجلة المنتظمة السالبة العكس، بتكون السرعة النهائية اقل من السرعة الابتدائية. طيب ازاي بيمثلها بيانيا؟ الاتنين علاقة ما بين سرعة وزمن، لان دي عجلة، العجلة هي علاقة ما بين سرعة وزمن. لو طلعت خط مستقيم بيمر بنقطة الاصل يبقى دي كده عجلة منتظمة موجبة، لو طلع الخط بالشكل ده كده يبقى دي عجلة منتظمة ايه سالبة. طيب لو بصينا على الشكل ده، هنا سرعة وزمن والخط هنا مستقيم افقي، ده كده معناه ان السرعة النهائية بتساوي السرعة الابتدائية، يعني الجسم هنا بيتحرك بسرعة منتظمة. وطالما الجسم بيتحرك بسرعة منتظمة يبقى العجلة بكام؟ العجلة تساوي صفر. والسؤال ده مهم جدا، بيقولك امتى تكون العجلة بتساوي صفر؟ عندما يتحرك الجسم بسرعة منتظمة. نشوف مع بعض المثال ده، تتحرك سيارة بسرعة 30 متر لكل ثانية وعندما ضغط السائق على الفرامل توقفت بعد 15 ثانية، احسب العجلة التي تتحرك بها السيارة مع ذكر نوعها. نوعها يعني هنقول هي عجلة منتظمة موجبة ولا سالبة. أول حاجة العجلة هتساوي عين اتنين ناقص عين واحد على الايه الزمن. عين اتنين بكام؟
هي كانت ماشية بسرعة 30، يبقى دي عين واحد. ضغط على الفرامل توقفت، يبقى عين اتنين بكام؟ بصفر. احنا قلنا لو قال توقفت السيارة يبقى عين اتنين بصفر، وهنا الزمن 15 ثانية. طلعت هنا سالب 2 متر كل ثانية تربيع، يبقى دي عجلة منتظمة سالبة. هنا المثال التاني بيقول من الشكل البياني بيمثل حركة سيارة في مسار مستقيم، اوجد السرعة المتوسطة التي تحركت بها السيارة والمسافة التي تقطعها السيارة في ربع ساعة والزمن اللازم لقطع مسافة 150 كيلومتر. أول حاجة علشان نحسب السرعة المتوسطة من الشكل البياني اللي عندنا ده، هنقول إن السرعة هنا هتساوي الإيه؟ المسافة على الزمن. المسافة آخر مسافة وصلت لها كانت 120 على الزمن 60، دي هنا كانت وحدة قياس المسافة كيلومتر والزمن دقيقة، يبقى كيلومتر لكل دقيقة. يعني تاني حاجة المسافة التي تقطعها السيارة في ربع ساعة. أول حاجة هنحول الربع دي للدقيقة، فهنضربها في 60 هتبقى 15 دقيقة. وهنا السيارة بما ان هي بتتحرك بسرعة منتظمة، هيبقى المسافة هتساوي السرعة في الزمن. السرعة هنا ب2، خلاص هي هتبقى ثابتة. في الزمن 15 هتطلع 30 كيلومتر. آخر حاجة عايزين نحسب الزمن اللازم لقطع مسافة 150 كيلومتر، الزمن هيساوي المسافة على السرعة. المسافة كام؟ 150، هو اللي طالب كده، على السرعة اللي هي كام؟ 2، لأن قلنا في كل مرة هنيجي نقسم مسافة على زمن، مسافة على زمن هتطلع بنفس القيمة لأن دي سرعة منتظمة، هتطلع ب75 دقيقة. دي أهم التعريفات، واحنا قلناها مع بعض: العجلة المنتظمة الموجبة، والعجلة المنتظمة السالبة، والعجلة المنتظمة. ودي أهم أسئلة علل قلناها. قلنا أول سؤال، السؤال التاني هنا علل: السيارة التي تتحرك بسرعة منتظمة ليس لها عجلة، لأن العجلة هي التغير في السرعة، وبما أنها منتظمة فمفيش تغير بيحدث. طيب ليه العجلة المنتظمة الموجبة بتكون موجبة؟ يعني ليه إشارتها موجب؟ لأن السرعة النهائية أكبر من الابتدائية. طيب العكس في العجلة المنتظمة السالبة، لأن الابتدائية هي اللي أكبر من السرعة النهائية. دي أهم المقارنات ما بين السرعة والعجلة، والسرعة المنتظمة والعجلة المنتظمة، والعجلة التزايدية اللي هي العجلة المنتظمة الموجبة يعني، والعجلة التناقصية اللي هي العجلة المنتظمة السالبة.